بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته وبعد فها نحن قد بلغنا في تشريعات القران حجر الزاويه في شريعه القران الكريم الا وهو تشريع الأسرة كيف تبنى الأسرة على أي الدعائم تؤسس كيف تستمر كيف نزيدها قوة كيف تنتهي وبما تنفك وما الذي يتفرع عنها نبدأ بالآية 221 من سورة البقرة وتنتهي تشريعات الأسرة عند الآية 242 هذه جملة الآيات من 21 إلى 42 يعني حوالي 21 آية كريمة جاءت في القران الكريم تبين لنا الشريعه او التشريع الخاص بنظام الاسره في الاسلام ليس هناك على وجه الارض اليوم شريعه مثل شريعه القران في اعجازها في بناء الاسره المتينه السليمه الصحيحه التي تستطيع ان تبني بيتا سليما وتشكل بيئه صحيه القران الكريم في هذه الايات المعدودات بين لنا ان الاسره مؤسسه ومن اخطر واهم المؤسسات التي اذا صلحت صلح بناء المجتمع واذا انهارت وفسدت فسد المجتمع كله فالاسره بمثابه القلب من المجتمع ولعل لي ان ابادر الى القول ان النكاح والاسره ليس الهدف منها تلبيه الحاجه الجنسيه للرجل والمراه فحسب الحاجه الغريزيه هذه امر مهم ولكن يعتبر عرضي في عمليه البناء الغريزه الجنسيه هنا يبين لنا القران الكريم انها بمثابه الدافع الذي يدفع كلا من الرجل والمراه لان يلتقيا ليشكلا اسره لان الاسره هي الاصل وليس الفرد الفرد ايا كان ذكرا او انثى انما هو نصف ولن يكون كلا الا اذا شكل اسره خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فادم وحده كان نصفا اكتمل بان خلق له الله زوجه زاد كمالا حينما بث منهما رجالا كثيرا ونساء. ما هي اهداف النكاح؟ يحددها القران لنا بثلاث. الهدف الاول دوام النوع وبقاء الانسان. فالنكاح يؤدي الى التوالد يعني الله خلق ادم بشكل معجز. خلقه من غير اب وام. وخلق حواء منه اب من غير ام. وخلق سيدنا عيسى من ام بدون اب. هذا النوع من الخلق نوع خارق للعاده. ولذلك يحتاج الى النفخه الالهيه فنفخنا فيه من روحنا ولكن حينما يوجد الذكر والانثى يصبح القانون الطبيعي هو الحاكم لعمليه التكاثر وبث منهما رجالا كثيرا ونساء بالقانون الطبيعي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى ولكن ليس خارقا فالشهوه في جسد الرجل والمراه احد الدوافع التي غرسها الله فيهما لكي يلتقيا ولكي يتحمل كل منهما مسؤوليته لماذا الناتج الإنساني عن العلاقة بين الرجل والمرأة اللي هو الطفل أو الطفلة يحتاج إلى سنين عددا لكي يتكون التكوين السليم. هناك حيوانات القطط الكلاب الأغنام الماعز سواها قد لا تحتاج إلا إلى أسابيع لرعاية نتاجها ثم يستغني عنها. اللبؤة تلد اولادها الاسود من هنا ياخذوا لهم عده اسابيع ثم يبداوا يصطادوا ويفترسوا ويعيشوا. ولا يعرفون لا ام ولا اب ولا سوا. لكن الناتج الانساني مختلف. يحتاج حمل وفصال ورضاع وتربيه واعداد سنين طويله واذا لم يعد بهذا الشكل سيكون عاده يعني عاله على المجتمع او عنصر تدمير وليس عنصر بناء فالغريزه ليست هدف ولذلك احب ان اقول لكم جميعا وبكل وضوح جميع هذه الأنكحة التي يقول فيها بعض الناس اليوم تحت ضغوط اشتعال الغرائز هي أنكحة لا قيمة لها ولا يعترف الله بها لا جوزيف ريند ولا مسيار ولا متعة ولا علاقة عابرة ولا أي شيء من هذا القرآن وضع أهدافا ثلاث لا بد من تحققها في النكاح وإذا لم تتحقق في النكاح فهذا النكاح قد يكون من قبيل الضرورات المعينة يعني بمثابة علاج أو حقنة مورفين ولا مسكن وإلا فالطريق الطبيعي هو الذي رسمه القران الكريم القران ابلغنا ان للنكاح وتشكيل الاسره ثلاث اهداف اولا بقاء النوع وهذا لا بد ان يكون فيه ولاده واولاد ولذلك هؤلاء الذين يقول انا لا اريد ان تفقد امراتي جمالها بالحمل والولاده أريد امرأتي لي هذا إنسان أناني تافه لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية أو المرأة التي تقول أنا أخشى على قوامي وجسمي وكذا من التغير لو حملت هذه لا تستحق أن تحمل أمانة أمانة أولاد وتربية وأسرة وما شاكل فبقاء النوع يقتضي أن يلتقي رجل ومرأة ويشكل أسرة لكي تحمل المراه وتلد ويربي الرجل والمراه معا هذا الوليد حتى يصبح عضوا نافعا لاسرته ولمجتمعه ولامته هذا الهدف الاول الهدف الثاني ان يشكل النكاح موده ورحمه وسكن ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم هو جعل جل شأنه يعني نحن لا نحتاج أن نسعى إلى الحب لأن الله تكفل بذلك جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة هو الذي سيغرس في قلوبكما الموده كل منكما تجاه الاخر والرحمه آه واللطف وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون مش لقوم تشغلهم آه غرائزهم عن التفكير وعن التعقل وعن ما سوى ذلك العنصر الثالث او الهدف الثالث النسب والصهر يعني حينما يخطب انسان ابنه انسان ويتزوجها امه وابوه يصبحان بمثابه اب وام اخرين لزوجه وامها وابوها يصبحان ابوين له اخوانها يصبحون اخوه له اخواتها اخوات له وكذلك الحال بالنسبه لاخوته واسرته واعضاء الاسره كلهم فعائلتان تلتقيان كان الـ الـ النكاح جمع العائلتين معا وليس الرجل والمراه وحدهما هذه الاهداف القرانيه الثلاث اذا لم تتحقق في اي نكاح فذلك النكاح يعني انه نكاح غير منسجم من مع القران المجيد ومع مقاصد النكاح واهداف القران من تشريع النكاح قبل الفاصل بينت المقاصد القرانيه الثلاثه للنكاح وحاولت بذلك ان ابين ان ذلك هو النكاح السليم الصحيح الذي يباركه الله تبارك وتعالى ويرضى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. واما الانكحه الاخرى والتي بدات تشيع في ايامنا هذه ومنها ما يسمى بنكاح المسيار والزوج فريند بدل البوي فريند واشكال اخرى نكاح مؤقت متعه كل هذا النوع من الأنكحة التي لا تحقق المقاصد القرآنية الثلاثة تعتبر ناقصة وتعتبر ليست هي الأنكحة التي جاء القرآن يعلمنا أن نبني علاقة المرأة والرجل وفقا لها وقلت إن الغرائز ينبغي للانسان ان يكون قادرا، الانسان ليس حيوانا. الانسان من من اهم ما يتميز به تلك القدره على السيطره على غرائزه وعلى مشاعره وعلى الدوافع المختلفه وتوجيهها الوجهه الحسنه. فكون الانسان لديه غريزه لا يبرر له ولا يسوغ ان يهدم هذه المؤسسه التي هي مؤسسه الاسره والتي تعتبر حجر الزاويه في بناء اي مجتمع سليم. كنا في الحقيقه نفاخر الغرب باستمرار باننا نحن المسلمين نستطيع ان نعلم الغرب نظاما للاسره يعيد بناء الاسره المفككه في الغرب والتي صارت تهدد هذه الحضاره وتهدد وجودها. الاسره في الغرب اليوم بعد التساهلات الكثيره كما نحن نتساهل اليوم ولا سمح الله قد نصل للاسف الشديد لاننا لا ندرك ان الأم لا ندرك كيف نتعامل مع الامور انطلاقا من القران الكريم بل انطلاقا من اهوائنا وفتاوانا ورخصنا وما شاكل ذلك الغرب اليوم الاسره عنده سته انواع تقريبا حول مفهوم الاسره من زوج وزوجه رجل وامراه الى زوج عددي يعني واحد زائد واحد فلذلك اصبح في بعض الولايات الامريكيه الان ولايتان او اكثر اعترفت بانه اذا اتفق شاذان جنسيا على تشكيل اسره فاميلي بينهما فيستطيعان ان يذهبا الى المحكمه ويعقد لهما الاتفاق وتسجله المحكمه على انه اتفاق زواج وهذا الاتفاق يسمح لهما بتوحيد الضريبه يعني ان يدفعا ضريبتهما الى الدوله بشكل مشترك كزوج وزوجه وهذا يخفف بعض الارقام يعني بدلا من ان تكون نسبه الضريبه على كل واحد كذا حينما يصبحان اثنين تكون النسبه اقل ولايتان الان من الولايات المتحده اخذت في هذا والله اعلم البقيه تاتي كذلك اذا اتفقت سحاقيتان يعني امراتان شاذتان جنسيا على ان يتزوجا الوحده بالاخرى ويشكل اسره ايضا من حقهما ذلك ويعترف لهما بقانون هاتين الولايتين ان يكونا اسره وإذا تبنى الشاذ جنسيا أو الشاذة طفلا أو ولدا أو أحدا ما فيمكن لهم يعني للشاذ وهذا الذي تبناه أو للشاذة وما ومن تبنته أن يكون أسرة كذلك فتحولت الأسرة من زوج وزوجة كما سماهما الله او زوجين تحولت الى زوجيه عدديه يعني اي اثنين يتفقان على ان يعيشا معا فذلك زواج نعوذ بالله ولذلك اصبحت هذه المه... المجتمعات مهدده السويد أخذت كثير من أكراد العراق ومنحتهم الجنسية فورا وزعمت أنهم ينتمون إلى أصول آرية هي مثل أصول السويدين وحينما سئل رئيس الوزراء لماذا جئت بهؤلاء الناس ومنحتهم الجنسية قال لأن نسلكم يا أبناء السويد سوف ينقطع خلال خمسين عاما لا يبقى سويدي في السويد لأنكم تحبون الزنا وترفضون الزواج ولا تتحملون أي مسؤوليات فجئت بهؤلاء لأنه رغم تخلفهم ورغم كل شيء ولكن يستطيعون أن يبنوا أسر فإذا أخذنا أبناءهم وربيناهم ونشأناهم عندنا وفقا لحضارتنا فهؤلاء يكونون الجيل السويدي القادم أصبح التهديد لهذا ونحن للاسف الشديد كنا نفخر لان القران بنى لنا الاسره على اقوى الدعائم وكنا نفخر بمؤسسه الاسره ولكن للاسف الشديد بدانا في السنوات الاخيره نجري خلفهم وبدانا نستجيب ونتراجع ايضا فجينا بكل الحلول لماذا لاننا نظرنا الى الجانب الغريزي وحده والجانب الغريزي كما قلت هو دافع يدفع الرجل والمراه لتحمل اعباء وتكاليف الاسره لا لكي يتحول الى هو الاساس وكل شيء من المقاصد القرانيه الثلاث يصبح ثانوي ويصبح عرضي فلنتقي الله اولا في هذه المؤسسه التي بناها القران على اقوى الدعائم ونحن اليوم نحاول ان نوهنها ونسب الطلاق بدات ترتفع ويطلق الرجل او تخلع المراه لاتفه الاسباب وهذه امور ينبغي ان نتقي الله فيها فما وجدنا شيئا في كتاب الله يجعله الله من حدوده ويامر بتقواه اذا ما قاربناه مثل قضيه الطلاق والنكاح وما يتعلق بقضايا الاسره فكلمه تلك حدود الله تكررت في احكام الاسره كما سنرى بعد قليل من هنا فان هذه الايات الواحد والعشرين التي اسست للاسره واقامت دعائمها وبنتها على افضل الاسس واقوى الدعائم بدات مع الرجل والمراه من حين التفكير في الزواج حتى الموت وانتهاء الحياه. كلها شملتها برعايه القران واعطاها القران موجهات ومؤشرات بدءا من الخطبه او التفكير في الزواج مجرد التفكير حتى الوفاه. وهذا امر لم يفعله القرآن الكريم مع مؤسسة الزكاة ولا الصلاة ولا الحاج ولا الصيام ولا أي ركن ولكن لخطورة هذا الأمر ولأنه لا يمكن أن يقوم مجتمع ولا أن تؤسس حضارة ولا أن يبنى عمران على أسر مفككة مهدمة والعياذ بالله. ولذلك فإن القرآن الكريم بدأ ذلك مجرد أن تبدأ التفكير في الزواج يرشد اختيارك ويأمرك أن تبني ذلك على الثوابت لا على المتغيرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه والمغفره باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون فمن البدايه حينما تفكر ان تخطب فاختر إنسانة إذا كنت رجلا اختر إنسانة تشاركك الإيمان والتوحيد وحب الله والتصور ورؤية الكون والإنسان والحياة لتقليل أي نسبة اختلاف بينك وبينها أما المشركة فلها رؤيه في الحياه ولها نظام للحياه مغاير في اكلها في شربها في لبسها في عبادتها في تصرفاتها لها تصورات وافكار وتصرفات اخرى فلذلك نهاك عن ان تتزوج بمشركه لانك لو تزوجت مشركه معناه نقاط الاختلاف بينك وبينها اكبر واوسع من نقاط الاتفاق. في كل شيء تأتي تأكل مثلا لحم خنزير وانت عندك حرام وعندها حلال تأكل ميته تأكل اي شيء تأكل كلاب انت تحرمها وهي بالنسبه لها حلال ستختلفان وربما يعني لا تستطيعان ان تاكلا معا ستخشى على نفسك من طريقه طبخها وما تصنع وكذا وتبدا تتشكك انه هل هذه الطاسه التي عملت لك فيها القليه ولا شيء يمكن ان تكون عملت فيها قبل هذا خنزير او شيء ما الى اخره فلا يمكن ان تستقيم الحياه وليس هناك تفاهم لا على الطعام لا على الشراب لا على الرؤيه لا على التصور واذا رزقتما باولاد فايضا هي تجر الطول وانت تجر بالعرض هي تحاول ان تجعلهم تنشئهم نشاه شركيه على دينها او مثل دينها وانت تحاول ان تنشئهم نشاه اخرى فسيحدث الاختلاف والاضطراب في العلاقه ولذلك امرك منذ البدايه ان تحسن الاختيار وان تختار من تنسجم معها والى حلقه قادمه استودعكم الله واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله